السلام عليكم، عيد مبارك سعيد، لأن اليوم الأخر في رمضان، وأنا جد سعيدة يكونوا معايا الصديقات ديالي وصديقة يولاندا وأليكس، يتقاسموا معنا هاد الطقوس الرمضانية. أنا من نواحي ديال المشرع بالقصيري، والطقوس المغربية كندوزوها كما العادة، ولكن الميسة ما كتخطاش العصير ديال النارنخة، زعما الليمون، يعني منطقة فلاحية ومنطقة جد جد رائعة. هو الإعداد المائدة الفطور، إعداد مائدة الفطور كنحافظوا عليها 100% بنفس الطريقة اللي كنوجدوها في المغرب، كنوجدوها هنايا بالشهيوات ديالها، بالحلوى الشباكية والسفوف والرغايف المخامر، كل شيء قاعد كشي اللي كنقدروا نوجدوه في المغرب كنديروه هنايا. بصراحة رمضان هنا والمغرب يعني بالنسبة للطقوس في المنزل بحال، ولكن كنفضل نكونوا في المغرب، لأن هنا الميسة كتنقصها العائلة وذاك الحنان العائلي اللي ما كاينش. كنحاولوا ما أمكن كنوصل الدراري للمدرسة، نمشي نخدم ونجي نوجد ضروري، كنوجد الفطور ديالي يعني شوية النهار تيدوز متعوب، ولكن كنوجد. ضروري كنشرحوا لهم كل شيء، كيعرف دابا رمضان كيسينيفيكا واشنو وكيفاش كندوزوه. ومعنا يولاندا، هي خير دليل، هي معنا يولاندا اليوم دوزات معنا هاد الطقوس الرمضانيه، وكتشوف الشهيوات وداكشي وداكشي اللي كاين معنا. حاولنا نتقاسموا رمضان، الكولتورا ديالنا تقاسمها معنا، هما الوالدين والخوت والعائلة كاملة، الوالد ديالي الشعيبي العصاب والعائلة العصاب وعائلة الباشا، كنفتقدهم بزاف في هذا رمضان. من هذا المنبر هذا كنقدم تحية وعيد مبارك سعيد الشعيبي والزهرة وامي وكل شيء، والعائلة الباشا من الأول حتى الآخر. كنتمنى ان هذا الوباء يتهز ونقدروا نمشيو نشاركوا العائله ديالنا رمضان والعيد الاضحى، نكونوا معاهم ندوزوا معاهم ان شاء الله في المغرب، يعني يتهز علينا هذا الوباء هذا. Hola, buena nit. He estat convidada a aquesta festa, no? La Rosa m'ha convidat en aquesta festa i per mi ha sigut un plaer. O sigui, em va explicar pues, com anava pues, la seva cultura, les seves tradicions, que per ella era molt important compartir aquest moment amb la gent que s'estima. I per tant, bueno, he vingut amb la meva família, el meu marit, el meu fill, i hem provat pues, els plats típics que ens ha fet, i hem disfrutat d'una vetllada pues, enriquidora per nosaltres culturalment i una nova experiència que tornarem a repetir amb ella. I agrair-li molt pues, aquesta invitació. I gràcies a la Rasma. السلام عليكم، انا خوله الباشا لا كوزين ديال الغشوه. اليوم هو الاخر رمضان وعرضات علينا باش نجيو عندها اليوم نحضروا معها هذا الفطور اللي صراحه كان رائع. اليوم صراحه كان لي الشرف انني جيت وتلاقيت مع صحاباتها، وعاوتاني جيت شاركت معاهم الفطور اللي كان فريمون اغريابل، ورا غتكونوا شفتوه وكان صراحه زوين، سورتو كنعيشوا حنا واحد الاجواء ديال رمضان اللي هي سبيسيال شويه، حيت بعادين على عائلاتنا، وحنا هنا عائلات ديال بعضياتنا، هي فيها والديه وفيها عائلتي فيها كل شيء، والحمد لله مجموعين على بلاصه واحده. وكنشكرها صراحه من هذا المنبر على كاع هادشي اللي كدير وهادشي اللي دارت اليوم سورتو، وهادشي صراحه ماشي غير كنجاملها ولا شي حاجه، ولكن هي راه هادشي زعما كديروا مع كاع الناس، وكاينين بزاف الناس اللي كتعاونهم بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين اللي حسن. وكنشكروها بزاف، وكنبغي نقول عيد مبارك سعيد لكل شيء ليها اول وحده، والوالديه حتى هما، وكاع الناس اللي كيشوفونا كاملين عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بصحه وسلامه وطول العمر. شكرا. عيد مبارك سعيد. 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 عيد مبارك سعيد.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.